الخيانة أسوأ شيء في الحياة. الخيانة وانا مالي يا ابو داود، هو اللي قاعد يقول لي نعمل فيس اوف فيس اوف. وبصراحة انا كنت عايز اسافر لندن اعمل شوبينج، ده انا من ساعتها عمال اشرب عشان انسى اللي عمله فيا. اخرس، صدق ليفي لما قال انك شوال رز لا يعتمد عليك، وكمان بتشرب في الشغل يا ايزاك. بسبب سوء تفكيرك الحيوان ده عرف حاجات ما كانش المفروض يعرفها. عرف عن حاسة ترنيغول ومليكة تيتاني وكواليس اغتيال عبد الحكيم عامر والسادات. والله أعلم الجحش التاني قال له إيه هو راخر. أنا مش عايز أعرف حاجة ولا قلت لحد يقول لي حاجة، وياريتني معرفت. هو اللي كل شوية يقول لي همتعك بالحقائق همتعك بالحقائق، والحقائق مر علقم ولا لندن واللي بيجرى في لندن. عارف انا اذا كنت عاوز اخلص منك مره علشان اللي عرفته، فانا دلوقتي محتاج اخلص منك الف مره عشان اللي عرفته اكتر. حد عارف انك جيت هنا يا عيد؟ مدينه الانتاج الاعلامي كلها عارفه. ما انا فرحت اول ما جالي الخبر وقلت هنيئا لك يا عيد، وضيت لك في القفص وهتشتغل منك لديك البرابر على طول مباشر. فرحت في وسط الناس ووزعت الشربات وبقيت احضن في الناس واقول لهم الرئاسه بعتتلي، الرئاسه بعتتلي، حتى اديتهم العنوان. فرحولي قوي، ما عرفوش الخيبه بالويبه اللي انا وقعت فيها. مش مهم، نقول انك ما وصلتش اصلا هنا وعملت حادثه الطريق وانت جاي. بس ممكن اي كاميرا مراقبه كده ولا كده تكون شافته وهو داخل الاماره. لا ما انت حلو بتفكر اهو يا ايزاك. ايه بتفوق وانت سكران؟ خلاص بدل هدومك معاه واخرج انت من العمارة عشان الكاميرات تسجل انه خرج من عندنا. مينفعش، لان اكيد الكاميرات هتلاحظ فرق اختلاف الجزمة، لان انا بلبس شبشب وكمان مقاسني مش زي بعض، هيقفشوها زي ما قفشوا موضوع خاشقجي. موضوع خاشقجي اتقفل خلاص واتنسى، محدش بيتكلم فيه. عمال تلوكلوك فيه وبتفتح فيه ليه؟ عايز تقوله على ايه تاني يا ايزاك يا بولسان زقلف؟ الله، هو مش كده كده هيموت، مين يعرف اللي يعرفه؟ اقف ساكت وما تتكلمش خالص يا ايزاك، اخرس خالص، مخصوم منك يومين جاسوسيه. ده ايه الظلم ده؟ ربي ما يرضاش بكده. طب هات انا موته بنفسي والجيل الخصم اللي يسترك. يا جماعه يا جماعه يا بتوع ربنا، انتوا بتتكلموا على فرخه؟ حرام عليكم. طب على الاقل اللي بيموت بيسألوه نفسك في ايه قبل ما يموت. جيت في جمل. نفسك في ايه قبل ما تموت يا عيد؟ نفسي اتعلم الماني بصراحة. بتستهبل؟ خدودة وبوف قط الاحماض. بس انا لسه ما طلبتش امنيتي، انتوا هتكروتوني ولا ايه؟ اموت ناقص طلب يعني؟ ما تطلب يا عم، بس اختار لغة سهلة. هو ده اللي فارق معاك يا ايزاك؟ انه يختار لغة سهلة؟ ما الالماني صعب، خصوصا الجرامير. اخرس يا ايزاك. ايش لبديش يا جماعه، لا لغه سهله ولا صعبه، انا طبلت في حياتي كتير. كل اللي انا طالبه ان انا اكفر عن سيئاتي واطلع اعمل عمره، ويا سيدي وفجروا طيارتي وانا راجع، وبعدين انتوا خبره في تفجير الطيارات. مفيش عمره دلوقتي يا عم عيد عشان كورونا، والعمره محدوده. طب خلاص ما اطلعش سياحه دينيه، اعتبروني سياحه ترفيهيه. وليكوا عليا لو عايزين حاجة من خيبر أو بني قريظة أجيبها لكم وأنا جاي، وألف بقى في مكة والمدينة وأمتع عيني بالجمال كله. أعمل سياحة كده وأشوف البيت اللي عاش فيه سيدنا النبي وبيت الصحابة وبيت السيدة خديجة. بتتريق؟ مالك أنت بخيبر وبني قريظة؟ طب لعلمك بقى، أنا مش هموتك قبل ما أحرق قلبك، هخليك تموت بالحسرة قبل ما يقتلك رصاصي. اسمع، مفيش في مكة ولا المدينة أي أثر ليكوا، مفيش أي أثر للمسلمين. إزاي مكة والمدينة مفيهاش أثر للمسلمين؟ أما لما عاوز أشوف أثر المسلمين أروح فين؟ أروح إيطاليا؟ طب إزيك وسكر؟ أنت بلبعت أنت راخر. أثار المسلمين في مكة والمدينة تم تدميرهم بنسبة 95%، أكتر من 300 أثر تم إبادتهم، لدرجة إن كاتب زي توم هولاند طرح سؤال في فيلم الإسلام القصة التي لم تروى. سأل سؤال،
إيه الدليل إن رسول الإسلام عاش في مكة أو المدينة؟ لا يوجد أي أثر سوى روايات المسلمين وقصصهم. أنت بتجيب مصادرك من فيلم وفاكرني هتغاظ. بلاش توم هولاند. المستشرقة الأمريكية باتريشا كرون تساءلت في كتابها تجارة مكة وظهور الإسلام، بتسأل جاوبوني وأنا على استعداد أن أسلم، أين أي دليل على أن الإسلام كان موجود في مكة؟ أين الآثار الملموسة للروايات وقصص المسلمين؟ إزاي عاش هنا عشرات السنين ولا يوجد له أثر واحد؟ شخص حكم جزيرة العرب ولا يوجد له أثر واحد؟ في إيه يا أبو داود؟ الآثار موجودة، ده ما عداش عليها 1500 سنة، إذا كان آثار قبل كده موجودة وبحالتها. مظبوط، 1500 سنة مش تاريخ طويل لاختفاء أي أثر، وده اللي خلى المستشرق والباحث دان غيبسون في كتابه جغرافية القرآن يطرح نفس السؤال في 2016 ويقول المسلمين لم يكن لهم وجود لا في مكة ولا المدينة، لكن اللي كانوا موجودين هم يهود خيبر وبني قريظة. علشان تعرف تتريق كويس يا أبو داود، يا أبو داود كلام المستشرقين ده ما يغزنيش أبدا. لا لا لا، والآثار موجودة. أتحداك، إحنا نسفناها كلها. أنتوا مين؟ وإزاي تدمروا أي آثار للرسول؟ أنت بتقول كلام ما يصدقوش عيل صغير يا أبو داود. مش مطلعين لي أفلام ودراسات ومستشرقين وأبحاث؟ لا 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 لا، عظيم، اثبت لي، اكبسني، وأنا دوري أمتعك بالحقائق على رأي شوال الرز ده. متعه بالحقائق. أي حاجة من التاريخ الإسلامي موجودة، مثلا البيت اللي اتولد فيه النبي وبيت أعز أصحاب النبي الصديق أبو بكر، دول موجودين وآثار ملموسة. البيت اللي اتولد فيه رسول الإسلام مش موجود يا عيد، تم تدميره بعد اكتشافه وتحول لمكتبة، تقدر تشوف الكلام ده بنفسك. قليل منا أو إلا من رحم الله كيعرف أش كان فيها قبل ما تكون مكتبة. هذا أحبتي الكرام هو بيت ومنزل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اتهدم وتحول لمكتبة إزاي؟ طب بيت السيدة خديجة كأثر موجود؟ قصدك كان موجود. بالفعل البيت تم اكتشافه، وده اللي أكد عليه وزير البترول السعودي الأسبق أحمد اليماري في مؤتمر في لندن سنة 2000، واكتشفوا الحجرة اللي كان بيتنزل فيها الوحي على رسول الإسلام، وحجرة استقبال الضيوف، وحجرة التعبد، وحجرة ميلاد السيدة فاطمة. ولما تشوف بنفسك الاكتشاف العظيم في تاريخ الإسلام ده هيتحرق دمك. شوف، I want you to just take a look at the discovery of the house of the prophet. Of course, we'll have a lot of this later on. But this is not really the whole house. The house is only this side. This area is the house of Abu Sufyan, the father of Muawiyah Abu Sufyan, adjacent to this house. And as you see, of course, it's much lower than the ground in Mecca because it's an old building. So you have these stairs which brings you down. And this is a room which is for guests. They call it Hujrat al-Wufud, the guest room, that when they come. And then you come to a very small corridor, this one, as you see it. You come to three different rooms, 1, 2, and 3. This room is where our Prophet with Sayyida Khadija used to live. This room is where all the children were born, including a Sayyida Fatima al-Zahra, his daughter. Through her, you have now the descendants of the Prophet. And this room is very important. This is, we call it, Hujrat al-Ta'abbud. It's the room of worshipping, and Hujrat al-Wahi, where revelation used to come and Gabriel used to come and teach him.
نفس الوصف ده هو اللي موجود في كتب التراث الإسلامي، زي كتاب تقي الدين الفاسي وكتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين صفحة 98، زي كتاب الأزرقي مكة وما جاء بها من أخبار، وكتاب البتنوني الرحلة الحجازية، وكتب كتير في التراث الإسلامي اتكلمت عن بيت السيدة خديجة، والناس في مكة كانوا عارفينه ومحددين المكان بدقة. ده انت مذاكر تاريخنا بقى يا ابو داود اكتر من مسلمين كتير. طب يعني بيت السيدة خديجة كأثر مادي ملموس موجود اهو، امال المستشرقين بتاعك بيقروا ليه؟ قصدك كان موجود. البيت ده بعد ما تم اكتشافه اتردم واتصب عليه زيت وبنزين وفوقيهم خرسانة، واتبنى عليهم مبنى جديد تاني خالص. عارف اتبنى عليهم ايه يا عيد؟ اتبنى فوق بيت السيدة خديجة دورة مياه حريم، تواليت. انت بتكذب وعاوز تموتني بجلطة عشان تبان وفاتي طبيعية. واذا سمعتك الكلام ده من المهندس السعودي سامي عنقاوي، المهندس المسؤول عن إعادة اكتشاف بيت السيدة خديجة، شوف واستمتع بالحقائق. المبنى أو موقعه الآن أقدر أحدده بالضبط إذا سمح لي بالأجهزة والمعدات، لكن الأغلب أنه في عند مبنى عام لاستخدام خدمات عامة، حمام عام. صعب أن أقولها بس للأسف نعم، للأسف نعم. بيت السيدة خديجة اللي عاش فيه النبي 28 سنة، واللي كان بينزل عليه فيه الوحي، واللي اتولد فيه كل أبنائه، يتردم وتحط عليه زيت وبنزين؟ لا، ويتبني عليه حمامات؟ ده انتو قلبوك اسود قوي. قلبي 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 يا عم ما تقهروش بقى، حرام عليك يا عم عيد، اتردم عشان توسيعة الحرم المكي خلاص؟ لا يا زاك، لا 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 لا، دي مش توسيعة أبدا، دي تعمد إهانة. ليه اخترت المكان ده بالتحديد عشان تبني فوقيه حمامات ونجاسة يا زيك؟ وفين دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ مش عاوزك تزعل، لكن اتهدمت واتجاب عليها أواطيها واتساوت بالأرض. طب طب طب، لو على الأقل حقدكم وغلكم على بيت الرسول وقال بيته، طب على الأقل هيبقى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، بيت الصديق أبو بكر. اتهدم واتبنى مكانه فندق الهيلتون، عقبال املتك حاجه فخمه تجيب فلوس وبيزنس يا مان. والحي ابقى من الميت يا عيد. وبعدين مسيو تشارلز هيلتون ده عمود من اعمده الماسونيه، ده زعله؟ طب على الاقل تسيب بيوت ومدافن اصحاب النبي واسرته. كل ده كل ده اتهد، لكن للامانه قبر امنه بنت وهب ام رسول الاسلام هو ده اللي عمل مشكله. رؤساء وملوك دول بعتوا يترجوا السعودية إنها ما تنفذش التدمير ده، لكن تم التنفيذ واختفى الأثر. نفس الشيء ده يتعمل مع كل بيوت أصحاب رسول الإسلام، زي بيت أبو أيوب الأنصاري. اسمع، كنا كل سنة نحج نشوفهم هادمين أثر من الأثاث هذا، مرة بستان سلمان، مرة بيت أبو أيوب الأنصاري، مرة المساجد اللي على الخندق، مرة التلة اللي كانت أمام جبل أحد مال معركة أحد، مرة قبور أهل بدر ثم الحلامات اللي عليها، فهذا كلها أثار. لو كان فيها ما تركوها المسلمين اللي قبلهم، كان هدموها. إبقاهم عليها 12 13 14 قرن دليل على أن ليس فيها مخالف. يا عم الراجل هيموت، حرام عليك يا عم عيد، الحاجات دي اتهدمت عشان البدع وكده، وبعدين المتاحف اصلا حرام وانت عارف. بدعة امه تبيدوها وتهنوها وتخلوها هي والعدم سواء، لدرجة ان يطلع انجاس البشر ويقول ان الرسول ما عاش في مكة، والدليل انه ملوش اي اثر. لا ولسه، شوف كمان 100 سنة قدام لما تستقر الديانة الابراهيمية بمساعدة ايزاك. الديانة الإبراهيمية؟ ثم متاحف إيه اللي حرام؟ أفهم من كده إن السعودية ما فيهاش متاحف؟ لا، السعودية مليانة متاحف. شوف مثلا متحف الجنادرية، مليان ممتلكات وأدوات الملك المؤسس رحمة الرب عليه. وشوف هنا مثلا، هتلاقي جلبيته رحمة الرب عليه وشبشبه، وموجود سريره وأدواته وملابسه الخاصة. ياه، حاجة تقشعر الجسم انك تشوف اثاره ممتلكات رجل عظيم زي ده.
ممتلكات الملك المؤسس معمل لها متحف وبيت النبي عليه الصلاة والسلام منسوف من فوق الأرض؟ شبشب الملك المؤسس معمول له حماية ومصانه موجود في متحف، وبيت السيدة خديجة مهبط الوحي محطوط عليه أطران وبنزين ومبني فوقي حمامات. لا بس ما تنساش يا أستاذ عيد إن أهم حاجة الشعار، شعار متحف الجنادرية هو وفاء وولاء. وفاء وولاء لمين؟ وفاء وولاء ماتوا خلاص. متاحف حكام السعودية مالية المملكة وفيها هدوم الملك المؤسس وشبشب الملك المؤسس وعصاية الملك المؤسس وسرير الملك المؤسس، وتاريخ الإسلام تم إهانته وتدميره ومفيش ولا أثر. موجود موجود لحد دلوقتي، متحف البيعة موجود ومتحافظ عليه كويس. طب الحمد لله، بيعة الرضوان والصحابة اللي بيعوا النبي تحت الشجرة؟ لا 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 لا، مسجد الشجرة أو مسجد بيعة الرضوان اتهدم وتم التخلص منه تماما، لأن المتاحف بدعة والناس ممكن تعبد الشجرة. أنا بتكلم عن متحف بيت البيعة. بيعة إيه؟ أنا معرفش غير بيعة الرضوان اللي مذكورة في القرآن. أنا أقصد متحف بيت بيعة أهالي الإحساء للملك عبد العزيز. أنا مذهول، أنا مذهول، قلبي هموت. عم عيد، عم عيد بعد الشر عليك، ونبي أبو داود سيبه يعيش، أنا حبيته. اخرس، بتبدل هدومك معاه ها؟ تعال تعال اقف على الحيطة التانية هنا عشان الدم ما يترطش على هدومك. تعال. مش مصدق روحي سايخة مني، كوباية مية يا ناس هموت. فوق يا عم عيد، الحاجات دي اتهدمت واتحط عليها جهاز وبنزين واتبنى عليها حمامات عشان هي بدعة، والمسؤولين خافوا ان الناس تعبدها او يبقى في شرك بالرب. انت عايز الناس تعبد شجرة او يسجدوا لبيت السيدة خديجة؟ بدل ما تعلموا الامة والناس تبيدوا تاريخهم. يا عم عيد، يا عم عيد، الناس بتقعد تبوس اعتاب ابواب المساجد والاعمدة والاوقر، جاهل وشرك بالرب. ليه ما هديتوش مقام ابراهيم نفسه والناس بتبوسه؟ ولو خايفين على الناس من البدعة والشرك، ايه علاقة ده انكم تبنوا فوق البيت حمام ونجاسة؟ ما هو اصل ما لا يهدم كله لا يترك كله. انت بتقول اي هري. ثم ان عباية السيدة فاطمة وعمة الرسول وسيفه ونعله واثر قدمه الشريفة على حجر، كل ده موجود في متحف الباب العالي في اسطنبول. الناس ما بتعبدهاش ليه؟ ولا بيتبركوا بيها ليه؟ بالعكس، عليها حماية واحترام ومعاملة آدمية، والناس بتتعامل معاها بأسلوب حضاري. ولا الحمد لله، الحمد لله إن الحاجات دي راحت هناك، وإلا كان زمانكم سيحتوا سيف الرسول وعملتوا منه خواتم مخافة الفتنة. ما تتعبش نفسك يا عيد، إيزاك بيحاول يبرر لك لأنه مشفق عليك وعلى الغلطة اللي هتتسرب لجسمك من الصدمة. طب ما الحاجات دي يا إيزاك كانت موجودة لأكتر من 1300 سنة، أيام صحابة رسول الإسلام والتابعين. والدليل التاني أهو يا عيد، صورة لتمثال أو صنم رجل المعاناة. يوه، لا ما تروش التمثال ده، ما تروش التمثال ده. وده مين ده كمان؟ ده صنم تم اكتشافه في منطقة حائل بالسعودية، عمره 4000 سنة. السعودية محافظة عليه ومعروض في متاحفها. وده تمثال سومري اكتشفه مواطن سعودي في جزيرة طاروت، عمر التمثال 5000 سنة. وهنا تكريم لمواطن تاني اكتشف تمثال في منطقة تبوك، عمر التمثال 6000 سنة. يعني لو مسألة شرك وبدعة، كانت التماثيل والأصنام دي أولى إنها تتكسر ويتعمل بها قلل. هويتنا الإسلامية اتدمرت العالم، محتفظين بأصنام وبتدمروا أثر رسول الإسلام. موت يا عيد، هويتكم تم استبدالها زي ما تم استبدال جيوشكم. شوف بنفسك تصريح رئيس هيئة الآثار والسياحة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، بيقول في افتتاح 11 متحف سعودي للتماثيل اللي شفتها إن تراثنا جزء من هويتنا الوطنية. طب وهويتنا الإسلامية وتراثنا الإسلامي؟ البيت اللي اتولد فيه النبي وبيت السيدة خديجة ودار الأرقم وبيت أبو بكر الصديق وأبو أيوب الأنصاري وأبو عبيدة ما قلت لك بدعة،
مش انت من شوية كنت بتتريق وبتقول خيبر وبني قريظة؟ دلوقتي الأدلة المادية والأثرية موجودة على أرض الحجاز ويقدر يشوفها العالم كله، وانتم؟ انتم صفر، لا شيء. أثاركم والأدلة المادية موجودة ازاي؟ تسمع عن كعب بن الأشرف؟ لا، كعب بن الأشرف مين؟ آسف، نسيت انكم ما بتقروش، لكن تاريخ رجل عظيم زي ده المفروض أنا أفتكره وأبقى درسه كويس وأفتكر الحصن بتاعه. مين كعب بن الأشرف؟ وإيه الحصن بتاعه؟ وإيه علاقته بالموضوع؟ كعب بن الأشرف زعيم يهود بني النضير، رسول الإسلام أمر بقتله لأنه تطاول على الرب وعلى الرسول بعد معركة بدر. كعب كان ليه حصن بالمدينة. عاوز أقول لك على سر. شوف، الحصن ده موجود لحد دلوقتي، والبير الخاص بالحصن موجود، والغرف الخاصة بالحصن موجودة ومصامة، ومبني حوالين ده كل سور بنيته هيئة الآثار للحفاظ عليه. ده تراثنا اليهودي، لحد يقدر يهده ولا يزيله ولا يصب عليه زيت ولا بنزين ولا يتبني فوقه حمامات. ده تاريخ يهود بني النضير، حصن كعب بن الأشرف، وعلى فكرة موجود على جوجل ماب، أي حد في السعودية يقدر يزور المكان ويشوفه. عرفت بقى يعني إيه إحنا موجودين وإنتم لأ؟ بقى أثر يهود بني النضير موجود، عدو الإسلام، وهيئة الآثار بتحافظ عليه، وبيت النبي اتهد، حصن الزعيم اليهود موجود وأقدر أشوفه، وبيت السيدة خديجة مهبط الوحي اتهد، حصن كعب بن الأشرف يتحاوط بسور لحمايته، وبيت الصديق أبو بكر يتهد. ما قلت لك هديناها عشان نبني الهيلتون، ولا عايز مستر هيلتون يزعل؟ انتوا اصلا مين؟ وازاي بعد ما وصلتوا لمصر بعد انقلاب 52، ازاي بعد كده قدرتوا توصلوا للحجاز ولا من قبليها كمان؟ مصر وارض الحجاز بس، لو ليك شوية عمر قد كده كنت عرفت اكتر عن عاملنا ضابط المخابرات الانجليزية توماس ادوارد لورانس. لورانس العرب اللي أسس الجيش السعودي ومده بالسلاح ضد الإمبراطورية الإسلامية، كان مستشار المؤسسين السعوديين، ومع انهيار إمبراطوريتكم وتقسيم دولتكم لدويلات وحدود سايكس بيكو كان لازم المنتصر يركب يدون التاريخ ويعين حكام تضمن للمنتصر إنكم ما تقوموش تاني. ولو كان ليك عمر كنت هتعرف أكتر عن العشرية السوداء في الجزائر وتونس وليبيا والقذافي والسودان، لكن عمرك بقى هنقول ايه؟ ما تقلقش يا عم عيد، هبحكي لك كل القصص والحكاوي دي على تربتك لما تموت، ومتعك بالحقائق، اركض في سلام. بالمناسبة هوريك حاجة مهمة، بيت توماس ادوارد لورانس بيترمم وهيتعمل متحف نظير خدماته الجليلة اللي قدمها لبريطانيا ولينا، والخبر زي ما انت شايف منصور على بي بي سي عربي. بيت ادوارد ضابط المخابرات الانجليزي بيترمم، وبيت النبي بيتصب عليه زيت وبنزين عالم، وتبنى عليه حمامات، ودلوقتي حان وقت موتك، ومفيش طلب اخير لا الماني ولا عمره، حموتك بايدي عشان أضمن موتك وتجنب غباء إيزاك وليبي. هتموت ناو. طب لحظة واحدة عشان الأمانة بس قبل ما موت، أنا كمان يا أبو داود عايز أوريك حاجة موجودة على موبايلي. قول اللي أنت عاوزه، قول اللي نفسك فيه. كل الكلام والاكتشافات اللي سمعتها وعرفتها هنا منكرش أني اتفاجئت بيها، وحسيت فعلا أن أنا اتولدت من جديد. كل اللي حكولهولي ديك البرابر وإيزاك عن ملكة تيتاني، واغتيال وزراء الدفاع المصريين أحمد بدوي وعبد الحكيم عامر، واغتيال هيئة الأركان في طيارة البطوطي، وعملية طرنيغور، وإزاي أنتوا قدرتوا تبدلوا الجيش المصري، واغتيال السادات ورفعت المحبوب والليسي وعلي الشفيق وغيرهم وغيرهم، وكلكم واللي أنت قلتهولي النهاردة عن اغتيال هويتنا وتراثنا الإسلامي. كون اعترف ان انت صدمتني ونقلتني نقلة كبيرة، ان وكستنا مش بس في مصر، لا دي امتنا العربية والاسلامية كلها لازم تفوق يا ابو داود. كل اللي انا سمعته هنا يا ابو داود انا سجلته صوت.
كنت بسمعكم وموبايلي مفتوح. يا ابن العيبة يا عم عيد، ايه جو الاكشن ده؟ ودلوقتي بضغطة مني واحدة على زر الارسال هيروح كل اللي سمعته لمجموعة من اعز اصدقائي وهينشروه في كتاب. لا مش بس كتاب، ده هيعملوا منه مسلسل وهسميه دموع في عيون بنت كلب وقحة. لا هسميه دموع في عيون بلح. ضغطة مني واحدة يا ابو داود على زر الارسال والعالم كله هيعرف الفضايح. ويروح ما بعدك روح. استاذ عيد اعقل اعقل، خلينا نتفاهم. كل شيء اخذ وعطى، مفيش تفاهم. ده انت من شوية كنت عايز تقتلني يا ابو داود، ده انت بعتني لندن عشان تموتني يا ابو داود، ويا ريتني مت قبل ما اسمع اللي عملته في بيت النبي والصحابة يا ابو داود. يا سيد عيد يا سيد عيد، انت ليك حق طبعا تغضب ونعتبر اللي فات ده سوء تفاهم ونبدأ صفحة جديدة. تاخد كام وتجيب المادة اللي معاك. انت عارف ان اخطر شيء المعلومة، المعلومة تهزم جيوش وتحرك شعوب. صدقني احنا ناس قد كلمتنا. هكتب لك شيك على بياض، نوع من الترضية، واكتب فيه يا سيدي اللي انت عاوزه. شيك؟ عشان ملحقش اصرفه، مفيش فايدة. اتشاهد على روحك يا ابو داود. ارجوك ارجوك يا استاذ عيد، اعقل يا مجنون. الوداع يا صاحبي. ايه الصوت ده؟ انت بعت يا مجنون؟ لا ده الموبايل فصل شحن.